السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عمار قلي، نفت منك كتبت واحد النداء، قلت لواحد النصب لواحد السيدة يقول فاطمة أبو ناصر. أنا درت نداء ما عنديش فين نسكن، درت نداء ما عنديش فين نسكن. الله كريم، الناس اللي عاوني المحسنين داكشي اللي عاونوني بيه، عرضت لي هاد السيدة قالت لي حنا شرينا لك الدار وحنا شرينا لك هذا، حنا من الناس الجمعية وحنا الناس المحسنين. قالت لي جيب لي عدم الملكية، جيت راه صيفطتها ليها، قالت لي اعطيني 46,000 تاع المحافظة، عطيتها ليها. قالت لي جيب لي 38,000 ديال المكان ديال الماء والضو، عطيتها ليها. قالت لي صيفط لي 16,000 ديال الساندي، عطيتها ليها. قالت لي صيفط لي 8,000 ديال الكاتب، عطيتها ليها. وفي الاخر ملي قلت لها واعدين فلانة في الشركة واش صحيح ولا شنو كديري، قالت لي سير انت راك مريض مرض نفساني، وانا هاد الناس حشومة وعيب وعار. انا هذا نداء كنوجهو للمغاربة كاملين، حضر رؤوسهم هاد النصابة كيتعدو على خوتهم وحشوم عليهم، تعدو عليا اشبو عدي انا. زعما راه ما شكيتي حتى شي وحدة من اللي كتصيفط لهم الفلوس؟ لا ما شكيتش. اش وروكم باش تقضي فيهم؟ وهموني بالسكن، وهموني بالدار، وهموني بالفراشات، وهموني بكل شيء في هاد الناس. وروك الدار؟ وروني الدار، كل شيء. قال لي هاي فين، صيفط لي في واتساب، صيفط لي كل شيء. وهاد الناس تعدوا عليا، انا كنت لاعب من خوتنا المحسنين شدوا لي الحق ديالي. من قلت حق. زعما دابا كنشوفك الانسان زعما عندك اعاقه. مو هاد الناس هما راه عاولينا. فينا مشينا للمحاكم ما كيشدونا حقنا، مشينا شي حاجه ما كيقول لك انت ما عندكش حق. وشنو هذا الحق فينا في هذه القو؟ انا كنطلبوا من جلاله الملك ونطلبوا من السلطه القانونيه الداخل بعين ما كان في هاد الناس بحال هذا. الله اعلم السيده اللي داتيه، شوف واحد خرج حد داتيه هو. شحال وصلتي معاه من بعد الفلوس؟ وصلت معاه 7,000 درهم. 140,000. والله اعلم السيده شحال معرض من واحد خرج داتيه نفس المشكل بحال هذا. والله حتى الله هو هذا. سمرة حنا اليوم تبعنا الحاله ديالك، تبعنا النداء ديالك. انت واقع على واحد من العشرات تاع الناس اللي ولا كيتنصب عليهم اسم الحالات الانسانيه. شحال وصلتي ديال الفلوس؟ وصلت سيدي 7,000 درهم. هذا نداء كنوجهو للسلطات الامنيه انها تدخل في هذه القضيه. كاينه حاليا عصابه اللي منظمه كتمشي لاش الحالات الانسانيه التي تعرض في قنوات الكترونيه، انه كنلقاو مثلا الحاله ديال مثلا استعمار وحالات اخرين كاينين عندنا ايضا، كيكون محتاج اما السكن اما محتاج عمليه اما محتاج كيتواصلوا بهاد الناس بحال هاد السيده اللي سميتها فاطمه واللي كاين الاسم ديالها فيريفينا حنا الوراق مع السي عماره، لقينا فعلا صيفط لها اترافير واحد الشركه ديال الفلوس، صيفط لها بزاف ديال المبالغ الماليه. هاد الناس ولاو كيمشيو للحالات الانسانيه اللي محتاج دار او اللي محتاج عمليه كيتواصلوا به، كيقول لي شوف حنا راه غادي نوفروا لك هذيك الدار، راه المحسنين كاينين، راه عطاونا 25 مليون ديال السكة الاقتصادية راه تخلصات، ولكن راه غادي تخصك واحد المصاريف ديال التسجيل. ياك هادشي اللي قالوا لك، مصاريف ديال التسجيل، مصاريف ديال الضو والماء. وكيبداو هما عينهم ميزانهم على حسب الحالات. كنعرف شخصيا حالات اللي اتصلوا بهم اللي جاب الله انهم كيتواصلوا معنا، وكنبقاو الحالات معظم الحالات الانسانيه اللي كانوا عندنا، ومن بينهم الحاله ديال الاطفال اللي كان فيهم الصدفيه، كنبقاو معهم على تواصل، كنحاولوا ما امكن ان نقولوا لهم ردوا البال، وملي كنسجلوا معهم كنقول لهم ردوا البال راه يتصلوا بكم النصاب. ولكن كاينين حالات اخرين كنعرفوهم اللي داو لهم 2000 درهم، اللي داو لهم 5,000 درهم، حاله ديال الاستعماره اللي مسكين ما عندوش حتى فين يسكن. وبهذا المعنى ملي قالوا لك دار طمعتي؟ نعم طمعتي، قلتي جاب الله دار غنخلص غير 7,000 درهم ونتستر ونسكن انا ووليدات. والفقر كيطيحك في الطمع. دونك هذا نداء للناس يردوا البال من هاد من هاد من هاد النصابه اللي ولاو، وفي نفس الوقت انه هو السلطات الامنيه تحرك في هذا الملف، لانهم هاد الناس كيجمعوا بزاف تاع الفلوس. ومن من المساكن اللي ما عندهمش استعمار، عنده اعاقه في الرجل ديالو ما قادرش مسكين حتى يوقف،
شوف كيفاش كيربح داك القوت اليومي كي قالوا كيتعاونوا مع غير الناس. هذيك 7000 درهم يمكن جا معها انت سنين جامعه سنين جامعه سنين بالجامعه جاهم داوها لينا كل الاولين وانت كدعي عليهم ليل نهار هذا من الله ياخذ فيهم الحق يا اليوم اللي بعد. كانت هذه الحاله ديال الاستعمار اللي كي قلت بزاف الحالات اخرين في المغرب كامل. كنتمنى من الله على انه هذا النداء يوصل والناس ردوا البال والمزيد من الحذر. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.